قائد على المسدد نبينا. الحمد لله، الحمد لله الذي توحد بجلال ملكوته، الحمد لله الذي تفرد بجمال جبروته، له الصفات المختصة بحقه والآيات الدالة على أنه غير مشبه بخلقه، سبحانه من إله أذهل العقول عن الوصول إلى كنه ذاته الأبدية، وأدهش الخواطر عن الإحاطة بجليل صفاته السرمدية، وهو المعروف بالربوبية والموصوف بالألوهية. من ذاق حلاوة أنسه رأى من لطفه العجائب، وظفر منه بنيل المآرب، ومن أمل سواه أبعده وأشقاه والعياذ بالله. ندعوه دعاء عبد غرق في طاعته فهام في محبته، ونسأله سؤال مضطر علم كل العلم أن ليس له سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأمات وأحيا، وأضحك وأبكى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمةً للعالمين، فكان بشيرًا ونذيرًا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي هو عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أحبتي،
تباعد بنا الزمن وأحاطت بنا الفتن واشتغل أكثرنا بحطام المهن، نسينا الواجبات حتى صارت كأنها ذكريات، وألفنا العار حتى كأنه من أوصاف الأبرار، وأدمنا الذل حتى صار سمة نشعر بنقص إن لم تلازمنا أوصافه وإن لم تخنقنا سلاسله، واعتدنا مجريات الأحداث كما رتبتها الأعداء من الحاقدين والماكرين والموتورين والمجرمين والظالمين والمتآمرين والخائنين، وصار عندنا حالة من فلسفة واقعنا المرير بكل ما فيه من صور الألم وصور الخسارة وصور التقهقر والتراجع. أصبنا بحالة عجيبة تفلسف هذا الواقع وتضفي عليه صورة من القابلية وعند البعض صورة من الإيجابية، والناس يتعللون بقضاء وقدر، وآخرون لا يهمهم الأمر، وطائفة ثالثة تحاول قدر المستطاع أن تعالج القشرة وتترك اللباب وأن تشخص الأعراض ولا تضع اليد على جرثومة الداء، لأن هذا الأمر سيستلزمها تجرع مرارة الدواء. وما بين هؤلاء وأولئك وثالثهم هناك قطعان سائمة عائمة، غثاء كغثاء السيل تتحرك بهم الموجة كيفما اتجهت وأنما توجهت، وهم ريشة في مهب ريح، أو هم ورقة يابسة على وجه سيل يجرفهم لا يدرون إلى أين. العقول تعطلت مداركها، والقلوب ماتت عواطفها، والنفوس مشغولة بشهواتها ومطالبها الفانية، والأرواح أدمنت ريح العفونة، والروح كالريح إن مرت على عبق تعبق وتخبث إن مرت على خبث. والناس كل الناس إلا من رحم ربي وهم موجودون، حجج الله على خلقه هنا وهناك، غرس يستعمل في طاعته ونصرته وإقامة حجج الله على باقي عباده. الناس كل الناس صاروا عواما، همج رعاع، أحدهم يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل حقه، من أجل درهمه، من أجل كرامته كما يراها نفسية وشخصية، ما لو نال أحدهم من عرضه أو ذكر أمه أو أخته أو زوجه أو أراد أن يغمزه أو يهمزه وأراد أن ينعته بوصف من أوصاف الذل أو الجبن، فلا يقبلها من مسلم ويقبلها من الكفار، ولا يتحرك هناك ويثور هنا، وانشغاله واشتغاله بالملهيات والفانيات والتوافح والملذات، والحر تعتصره آلامه وتخنقه عبراته، ويصل إلى مرحلة يكاد أن يكفر بها، بهكذا أمة تحول مليارها إلى أصفار، وأن يهجرها هجرا جميلا.
وأن ينأى بنفسه عن ساحاتها وملتقياتها ومواجهة شخوصها ورسومها لعظيم ألمه، لأنه لا يكاد يرى أثراً إيجابياً يعطيه أملاً في أن شرارة الحياة بدأت تدب في أوصال هؤلاء الأموات. ولكن الواجب يحبسه، والمسؤولية تقيده، وهو ملزم أن ينهج منهج الأنبياء. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، ليس لك من الأمر شيء، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، فيقوم بالواجب تكليفا، يأمر وينهى، يبين ويوضح، يحذر وينذر، يبشر، لعل الأمة تنهض وستنهض، ولكن لا ندري في أي جيل وأي الجيل سيسقط من عين الله ويختم بختم الاستبدال، وأي جيل سيحمل الرسالة ويقوم بعد العثرة وينهض بعد سبات طويل لاسترجاع ما سلب ولاستعادة ما أخذ ولإعادة رسم الخيرية ولضرب خيمة خلافة الله في أرضه هنا وهناك، فيوقف النزف الدامي وتتطهر الأرض التي لوثها أرجاس وأدناس الكافرين من الغاصبين والمحتلين، ويرجع للمقدس بسمته وتعود للأمة كرامتها. الحر ملزم بهذا، وملزم بأداء الواجب مهما كانت النتائج. ومن بين كل هذا تبرز الحقيقة واضحة المعالم بينة ليس فيها لبس أو غباش، وليس دونها سحاب، ولا يحجبها نقاب ولا حجاب ولا سراب ولا ضباب. تبرز الحقيقة بمعالم يكاد يدركها القاصي والداني والكبير والصغير والعدو والصديق، ولكن هذه الحقيقة التي سيكون فيها الخلاص وسيكون فيها النجاح، سيكون لها مهر يدفع وثمن يقدم وتضحيات تبذل، ولأجل هذا فإن الكثيرين رغم أنهم يرونها يتعامون، ورغم أنهم يبصرونها يغمضون، ورغم أنهم يعرفونها ينحرفون، حتى لا يستلزمهم الإبصار والرؤية والمعرفة والإقرار بها، حتى لا يستلزمهم هذا أن ينزلوا الساحة ويدفعوا الثمن والضريبة والمهر. لذلك يا أيها الأحباء، علينا أن نعلم بأن الأمر منوط بهلاك أو نجاح، ومرتبط بجنة أو نار. وعلى هذا فمن عرف منكم الحقيقة فإنه لن ينجيه ولن يعذره أن ينحرف عنها، ومن أبصرها لن يخلصه التعامي، ومن رآها لن يجديه بين يدي الله ذاك الإغماض وذاك الإطراق وذاك التأخر عن التقدم لحمل راياتها ولرفع بنودها ولدفع ضريبتها ولتقديم التضحيات من أجلها. تعالوا معي أوضح لكم معالم الحقيقة من خلال مجموعة من التساؤلات التي لا بد أن يسأل أحدنا نفسه إياها إذا كان مسلماً ينتسب لهذه الأمة أو يتشرف بأن ينتمي إليها
وأنه ما زال يرضى بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقائدا ورسولا ومعلما، ويرضى بالقرآن كتابا ومنهجا ودستورا، ويرضى بالمسلمين إخوانا يواليهم ويناصرهم ويحبهم ويتعاضد ويتساعد ويتساند معهم ويتعاون على البر والتقوى. تساؤلات لا بد منها. لماذا رغم مظاهر صحوة واضحة المعالم من إقبال شيبنا وشبابنا ورجالنا ونسائنا على طاعة الله على بيوت الله، لماذا رغم هذه المظاهر ما زلنا نحن بمجموع الأمة نتقهقر نحو الوراء ونعجز عن تحقيق سيادتنا وكرامتنا وحريتنا؟ لماذا؟ لماذا رغم ارتفاع مآذن مساجدنا في مشرق الأرض ومغربها حتى في عمق الدول الكافرة التي جاءت بجيوشها لحربنا، هناك تبنى المساجد وترفع المآذن وتطبع المصاحف وتفتتح المراكز الإسلامية والدعوية وتوزع الكتب الإسلامية، ولكن مع هذا كل هذا لم يجدينا شر ونقير ولا يسمن ولم يغني من جوع، وإنما نحن في مزيد من الإسفاف والإذلال وفقد لمزيد من مساحات وجودنا وفقد للمزيد من حرياتنا وكراماتنا. لماذا؟ لماذا؟ لماذا رغم تعدد قنوات الخطاب الدعوية ورغم كثرة وسائل التواصل ما بين الدعاة وما بين الرعية أي الشعوب من خلال الكتاب من خلال الشريط من خلال المنبر من خلال الانترنت من خلال الفضائيات من خلال الشاشات من خلال الإعلام من خلال المراكز من خلال اللقاءات من خلال الجولات، لماذا رغم كل قنوات الخطاب وقنوات التواصل وقنوات الدعوة مع كثرتها وتعددها وتنوعها وثرائها وغناها وكفايتها وإغراقها لسوق الأمة بينت كل شيء، لماذا رغم كل هذا ما زال الجهل بمقاصد الإسلام واضح؟ ولماذا إلى الآن تتخبط الأمة فلا يلتقي مسجدان على هدف، ولا يتقاطع منبران في قضية، ولا تجد فكرا يصاغ موحدا ما بين هذا الحي وذاك الحي أو هذه البلدة وتلك البلدة؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا رغم أن العدو وصل إلى القاع في جريمته النكراء التي تمارس علينا، وأنه استخدم ضدنا كل الأسلحة النظيفة والقذرة، وأنه ما ترك محورا من محاور الكيد إلا وأنفذه، ولا خط من خطط الحقد إلا وأفرغها، ولا برنامج من برامج المؤامرة إلا وصاغه وترجمه جهارا نهارا على الملأ في عمق بلادنا بل في عمق بيوتنا بل في عمق نفوسنا وقلوبنا وأفكارنا، ونحن رغم قوتنا العددية ومساحاتنا الأرضية وذخيرتنا التاريخية ورغم كل مقومات العزة والبقاء والخيرية، نحن فقدنا أبسط صور المناعة وأقل صور الحصانة اتجاه هذا العدو، فكأننا جثة تتحرك بين يدي مغسلها وكأننا خشبة ينجرها النجار كما يريد، أو كرة بين أرجل اللاعبين يقذفونها يمينا وشمالا في ملعب الخيانة والمؤامرة والنيل من هذه الأمة. لماذا؟ أين ردة الفعل؟ إن لم نقل أننا نريد ردة فعل تتساوى مع حجم الهجمة، وهذا كان يجب أن يكون عند أي أمة، فضلا عن عند أن يكون عند هذه الأمة المصطفاة المختارة التي موعودة بنصر الله ومعها من صور التأييد الرباني ما لا يعلم أحد. أي أمة ولو كانت وثنية أو كافرة
أو ضالة أو مجرمة أو إباحية، أي أمة يعتدى عليها كما يعتدى علينا، والله ليظهر من ردود الفعل منها في الدفاع عن ذاتها ما يتساوى مع حجم الهجمة أو ما يكون مقاربا له أو أن يكون ردة فعل. أما نحن ليس فقط أننا فقدنا ردة الفعل المساوية، بل فقدنا أصل ردة الفعل. نعم، فقدنا أصل ردة الفعل. أحبتي، قد يكون البعض يبرر لنفسه، يقنعها بأنني أنا دائما يعزل نفسه كفرد عن مجموع الأمة، يقول وماذا أستطيع أن أفعل، وماذا أملك أن أفعل. ربما أنا وأنت وأي واحد منا، وربما منهم الحكام والملوك، ربما كأفراد، ربما باجتهادهم بتفكيرهم يقولون بأننا كأفراد لا نستطيع أن نفعل شيء، نعجز عن أن نواجه كل هذا، ولا بد أن ننزل من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى، وأن ننتقل إلى أضعف الإيمان، إلى أضعف الإيمان. نحن رضينا. أين أضعف الإيمان؟ نحن نريد أضعف الإيمان. تخدع من يا أخي؟ تخدع من؟ تخدع ربك الذي يطلع على ما في فؤادك وما بين جوانحك ويعلم السرائر والضمائر. تخدع من؟ تخدع الذي يعلم السر وأخفى ويراك أينما كنت وحيثما كنت، في الخلوات أو الجلوات. والله لو كنت في صخرة صماء في ليلة ظلماء تحت أطباق الثرى لعلم دبيبك وخطرات نفسك وخواطر فكرك. تخدع من؟ أنت تقول أنا ضعيف وعاجز عن أن أتقدم كما يريد منا هذا الذي يخطب على المنبر. ماذا يريد مني؟ أسوق نفسي إلى الهلاك، مع أن التقدم نحو الكرامة هو النجاح والتراجع هو الهلاك. ومع ذلك فلنسلم له بمنطقه المعوج، فيقول ماذا يريد منا ذاك؟ أنا أتقدم وأحمل سلاحي وأرفع راتي، هذا مطلوب، مع أني أعلم أن الأمة عاجزة عنه ولا تريد فعله، ولكن يقول أنا ضعيف. إذن أعطنا دليل ضعفك وقدم لنا ما تستطيع وأنت في حالة الضعف. ماذا تستطيع الضعيف؟ ماذا يستطيع أن يقدم؟ إن عجزت عن حمل سلاح، أو عجزت عن بذل مال، أو عجزت عن صرخة تحذر بها وتنذر وتحرض وتعب وتهيئ، أو عجزت عن أن تأخذ دورك في إيقاظ الأمة وصحوتها، أو عجزت عن أن تناصر الأحرار، أو عجزت على أن تمشي في ركاب الأبرار، أو عجزت عن أن تلتحق بقافلة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذا عجزت عن كل هذا سلمنا لك أنك ضعيف، ماذا تستطيع أن تقدم؟ قال أستطيع أن أقدم الدعاء، قبلت منك أريد الدعاء. قال والبكاء، رضيت منك أريد البكاء. قال وأتحزن وأتفجع على الأمة، قلت وكأنك من سلف الأمة في هذا الزمان إن فعلت هذا. ولكن سألتك بربك، سألتك بالذي خلقك ويعلم الآن سرك، هل أنت تقدم الدعاء؟ هل أنت تقدم البكاء؟ هل أنت تحمل الهم بين جوانحك؟ إني أرى تلك الوجوه العابثة في أيام العيد يا سادة، أرى تلك البلاهة المرسومة على محياها، أرى تلك الغيبة واللامبالاة، أرى ذاك التيه والضياع من خلال حركة الأجيال من بنين وبنات، أرى تلك الزيارات المتبادلة بين الناس وما يجري فيها وما يتحدث في خلالها، أرى تلك الصور التي تعطيني الدليل القوي القاطع الذي لا شك معه ولا ظن فيه بأنه أضعف الإيمان مفقود وغير موجود. أين أضعف الإيمان؟ أن تحافظ على معركة قلبك، أن تحافظ على جمرة الغضب، أن تحافظ على نية الثأر، أن تحافظ على نية الشهادة. من مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية أو مات على شعبة من شعب النفاق. أضعف الإيمان أن يكون لك في كل يوم لحظات دعاء ولحظات بكاء، وأن لا يفارق الحزن قلبك، وأني
تنطق ولو بكلمات في أضيق محيط تعيش أنت فيه، ولو بين أسرتك زوجة وأبناء وبنات. هل تقدم هذا سألتك بربي؟ قال لا. إذن أنت لقد رجعت إلى ما وراء ضعف الإيمان. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أو علمت؟ من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليس وراء ذلك من الإيمان مقدار حبة خردل. يعني إن أعذرك الله بأن تركت جهد الأعضاء والجوارح وتراجعت إلى اللسان، ثم تركت مقام اللسان إلى مقام القلب، ثم لم تعطي حق مقام القلب وإنما كانت مجرد ادعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الأمر خطير. إذن انقطعت نسبتك إلى هذه الأمة، وانفصمت عراك بالانتماء إلى هذا الدين. دريت أو لم تدري؟ فهل عرفت مقدار الخطورة يا حبيبي؟ كل هذا نحن نسأل أنفسنا به، ونحن نريد أن نجلي معالم الحقيقة يا أحبة. سؤال عريض، سؤال يحرقنا من الداخل: لماذا كل هذا؟ لماذا؟ وإلى متى سيستمر هذا؟ ومتى سيبدأ منهج التغيير؟ ومتى ستخطو معنا الخطوة الأولى في طريق فلاحك ونجاحك وكفاحك؟ ومتى ستأخذ الجادة؟ ومتى ستستقيم مع الأحرار على الصراط؟ ومتى ستترك السبل وآراءك وأهواءك ومتعلقات الدنيا وتأخذ السير الواضح لتحديد المسير والمصير على خطى الأنبياء وعلى جادة من سبقك من صالح هذه الأمة؟ متى سيشعرك انتماؤك إلى هذه الأمة بواجبك العظيم الملقى على عاتقك اتجاهها وإزاءها؟ متى ستترك سفساف الأمور وتبدأ بالاشتغال بالجراح الكبرى والقضايا المصيرية العظمى؟ متى ستكتشف ذاتك وتتعرف على هويتك فتبرزها بطاقة واضحة المعالم لا لبس فيها؟ الله ربنا ومحمد نبينا والكعبة قبلتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والدعوة طريقنا والموت في سبيل الله أحلى وأغلى أمانينا. متى ستفجر ينابيع الحق والصدق والرجولة والإباء والكرامة بين جوانحك، تلك التي جففوها لك عبر مسلسل طويل من التآمر في مسرحية تجفيف ينابيعك، بدءا من سويداء قلبك وبدءا من ينابيع نفسك إلى أسرتك فمجتمعك فأمتك؟ متى ستضرب هذه الينابيع، تضرب قاعها بقدم الثبات فتتفجر فيك حقا وحقيقة وصدقا ورجولا وانتماء وانتسابا وإباء وفداء وكرامة وعزة ونشدانا للخيرية واشمئزاز من حياة القاع والدون وبحث عن المعالي وصعود في مدارج العزة حتى نتبوأ أوجها ونعلو مجدها وحتى نعانق السماء ونطأ الجوزاء؟ متى ستكتشف أنك راع ومسؤول عن رعيتك، وأن أسرتك أمانة بين يديك سيقسمك الله الجبار إن قصرت في تربيتها أو توجيهها أو صياغتها أو صنعها على مقاييس السماء؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. متى ستعلم أن أي منكر يصل إلى سمعك أو يقع أمام بصرك أو يأتيك نبأه ولو في أقاصي الأرض بأنك مسؤول مسؤولية جزئية على إنكاره بالقلب ثم باللسان ثم تغييره باليد؟ فإن لم تفعل فأنت وصاحب المنكر سواء. لقد عذب الله بني إسرائيل كما ورد في صحاح الأحاديث، عذبهم عذابا عجيبا، وعلل هذا العذاب: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. وورد أن الله أمر بهلاك
قوم من بني إسرائيل، فقالت الملائكة: يا رب إن فيهم فلان الرجل الصالح. قال: به فابدأوا، لأنه لم يتمعر وجهه غضبا من أجلي. به فابدأوا، أي صلاح إن لم يثمر إصلاح؟ وما الصلاح إلا من أجل الإصلاح؟ وماذا يجديك أن تكون نقيا في بيئة فاسدة دون أن تعلن نكيرك عليها؟ هذا هو نهج الأنبياء، وهذه وظيفة الرسل. وهل أرسل الله الأنبياء والرسل وأنزل الكتب وكلف باقي الأمة الإيمان بهم والاتباع لهم ومناصرتهم إلا من أجل أن تتغير معالم الشرك والجاهلية والضلال والفسق والفجور وننتقل من حال إلى حال؟ فهذا الذي يرضى بكل هذا ولا يجد نكير ذلك في قلبه ولا يبذل حركة من أجل تغييره ولو في أضيق نطاق، وهو نطاق أسرته وأرحامه ومن حوله، أي صلاح هذا الذي ينتسب إليه؟ متى ستعلن حقيقة الانتماء وتعطي دليل الانتماء أيها الحبيب؟ إننا الآن نحتاج أن نضع أيدينا سويا من خلال هذه الوقفة التي هي نوع من التباحث والعتب ونوع من النقد بادئا بنفسي ثم بإخواني، من أجل أن نبدأ تغييرا ولو بسيطة، وأن لا نألف ما نحن فيه، لأنني أشعر أن القضية صارت إلفا. حتى ارتياد هذا المسجد، حتى المجيء إليه صار عادة لدى البعض لا أقل ولا أكثر، من أجل أن يسمع صرخة أو صوتا مدويا أو دعاء مبكيا ثم يعود أدراجه وكأنه أسقط عن كاهله المسؤولية. إن صرخة المنبر وإن اهتزاز أعواده بما يلقى عليه إنما هو بداية لعمل ومشروع لتغيير وخطة إصلاح، إن لم نبدأ من لحظة خروجنا من باب المسجد بتطبيقها وتنفيذها فلقد أقيمت علينا الحجة زيادة يا أحبتي، تقام علينا الحجة زيادة، فعليكم أن تنتبهوا لهذا وأن تدركوا هذا جيدا يا أحبة. أحبتي، إن أمراضنا كثيرة، عللنا كثيرة، تلك التي سببت ما نحن فيه وفيها إجابات على تساؤلات الكبيرة، لكن من أبرز الأسباب ومن أوضحها ومن أخطرها سبب قد لا يلتفت إليه بعضكم بل لا يخطر على بال أحد البتة، إنه الجفاء مع النبي عليه الصلاة والسلام. ربما أنت مع ربك ما زالك خيوط اتصال، تذكره، تصلي له، تقرأ شيء من كلامه، تفزع إليه وتلجأ إذا أصابتك نائبة أو وقع عليك ضر أو مكروه أو مرض. ربما تستشعر هيبة جلاله وقيومية جماله وكماله من خلال مواقف يومية حياتية تفرض عليك. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإني أرى مظاهر جفاء واضحة المعالم يا سادة، دبت إلى حياة أمتنا وصارت سمة بارزة يتأكد من خلالها أن هذا الداء الوبيل الخطير وهذه الظاهرة الظاهرة للعيان إنما هي من أكبر أسباب انتكاس الأمة وارتكاسها وبقائها فيما هي فيه وعدم قدرتها على أن تثبت وجودها. يا أيها الأحبة، المولى عز وجل يقول لنا معلما على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهل أنت تنتظر نصر الله قبل أن يحبك؟ وهل تتوقع أن يأتيك تأييد الله ومدد الله وحفظ الله وعناية الله وتوفيق الله والقبول، قبول العمل منك هذا الذي تؤديه من صلاة وذكر لله، هل تتوقع أن يقبل منك كل هذا إن لم يحبك؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن يقول الجنيد رحمه الله: لقد انسدت كل الطرق إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام إلى الله، أغلقت كل المنافذ والأبواب ولم يبقى إلا باب المصطفى عليه الصلاة والسلام. لذلك من اقتفى الأثر نال الثمر وتحقق بالأثر، ومن ظهرت منه مظهر
مظاهر الجفاء مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وقع في أخطر الداء. أيها الأحبة، الجفاء واضح. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يقول: أنت مع من أحببت. ذاك الذي جاء إليه ويقول: أدعو الله أن أكون من أهل الجنة، قال: وماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ قال: ما عندي كثير صيام ولا صلاة، إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. أيها الأحبة، أنت مع من أحببت، هذه المعية ليست أخروية وحسب، إنما هي أخروية دنيوية. فمن أحب شيء لازمه، ومن أحب شيء وافقه، ومن أحب شيء تعلق به وتمسك به، ولا تراه إلا بقربه وجنبه. لذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تعلق قلبه في المساجد ما يخرج منه إلا عاد إليه. دليل الحب التعلق أنه لا يخرج إلا يعود، ودائما تراه في هذا المسجد. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس الشنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت مع من أحببت. الذي يدعي حب الله أو يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تظهر معيته في الدنيا منه، حتى تظهر معية النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة. عرفت كيف؟ القضية قضية مبادلة. أنت تحب؟ قال: نعم. أعطنا دليل الحب. لو أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم لوافقته، للازمته، لاتبعته، لاتبعته، ولا فعلت كل ما يحب، ولطبقت كل ما طبق وعمل به. فإن أنت أعطيت دليل الحب هنا، وأعطيت منك المعية له في سنته وسيرته ومنهاجه وسيره، تأتي يوم القيامة على ما فيك، فيعطيك هو المعية. أنت مع من أحببت، يقابلك هذا بهذا. أما هذا الذي يتبع نفسه هواها ثم يتمنى الأماني ثم يدعي الحب، فقالوا: الحب بلا دليل، الحب بلا دليل الإنفاق والإزهاق نفاق. الحب بلا دليل الإنفاق، إنفاق وقتك ونفسك وعمرك ومالك. الحب بلا دليل الإنفاق والإزهاق نفاق، فليست له حقيقة، إنما هي دعوة وادعاء وصورة. كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دماء في نحور تبين من بكى ممن تباكى. لذلك أيها الأحبة، الأمر جلل والأمر خطير، وإن مظاهر الجفاء للنبي عليه الصلاة والسلام صارت واضحة المعالم في حياة الأمة، وأنا أرى أن هذا هو السبب الأعظم والأكبر والأولى في ذلها وعدم انتصارها وعدم نظر الله إليها وعدم توفيقها، وفي مزيد من طمع الأعداء بها. فعليكم أن تنتبهوا لهذا الأمر ولدقته ولخطورته. وإن للجفاء مع النبي عليه الصلاة والسلام مظاهر واضحة المعالم، وإن لدعوى حبه دلائل بينة بينة. أيها الأحبة، أيها الأحبة، أوليس الحب يأتي بعد التصديق؟ أوليس يأتي من بعد التصديق والحب إعطاء الدليل من موالاة ونصرة مهما كلف؟ قال: بلى. فإن رأيت دعوى حب بلا دليلها من الموالاة والنصرة، فهذا يؤكد أن هناك خلل في التصديق. بمعنى آخر، أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه أول ما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة صدقوه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحبوه. فلما صدقوا وأحبوا قال: أعطوني الدليل. قالوا: وما الدليل؟ قال: البيعة. قالوا: على ماذا؟
قال: على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم وأموالكم. فقالوا: نبايع. هذا دليل الحب الذي هو ثمرة التصديق. قالوا: نبايع. فوقف العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعلن إسلامه بعد، لكن كان يواليه ويناصره. قال: يا قوم كفوا أيديكم، أو تدرون على ماذا تبايعون؟ يعني القضية ليست عاطفة. ممكن الآن أنا أقول: من يبايع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعتقد أن أحد سيتخلف، الكل سيرفع يده: الله أكبر، وأرواحنا فداء النبي، وأموالنا فداء النبي صلى الله عليه وسلم، وقلوبنا فداء النبي. أليس هذا؟ ألن يكون هذا؟ أنا أجزم بأن كل من في المسجد سيعلن. لكن هذه دعوة، هذه دعوة. قال العباس: كفوا أيديكم، أتدرون على ما تبايعون الرجل؟ في ضريبة، ما هي قضية انفعال عاطفي أو لحظوي. قالوا: على ماذا؟ قال: على أن ترميكم العرب عن قوس واحدة، وعلى أن تعضكم السيوف، وعلى معاداة الأبيض والأسمر والأحمر والأسود لكم. قضية ما كنت أخذوه وطلع البدر علينا وتنتهي القضية. ما كم أنشودة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والتغني بجماله وأوصافه وهز الرؤوس عليها وتنتهي القضية. ليست تلك الصور الباهتة التي يزعم بعض الناس أنها دليل الحب أو أنها من الحب. لا وربي، لا وربي، إنه الدليل. فقال أصغرهم، قال: تنحى عنا يا عباس، والله إنا نبايع لا نقيل ولا نستقيل، ما لنا يا رسول الله على هذا؟ قال: الجنة. قالوا: فبايع. فقال لهم: الدم الدم والهدم الهدم. وأعطوا دليلها، أعطوا دليلها. يا سادة، تصدقون النبي أنه مرسل من الله صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوني، إني أرى من خلال همس الصوت أن البعض إلى الآن لم يسأل نفسه هذا السؤال، أو لم يكتشف هذه الحقيقة. تصدقون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ تصدقون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو بوابة النجاة الوحيدة لنا في الدنيا والآخرة؟ تصدقون؟ أو يثمر فيكم هذا التصديق حبا له؟ أو تحبون المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لو وقف الآن من يمثل النبي عليه الصلاة والسلام وهو امتداد له، فعرض عليكم ما عرض محمد بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي علي فداء له عليه الصلاة والسلام، وطالبكم بما طولب به أوائلكم، مدوا أيديكم لكي تبايعوا على نصرة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه ورسالته وشريعته ومسراه وأقصاه وأحبابه وأصحابه وأنصاره ودينه ورسالته وكتابه، مدوا أيديكم لكي تبايعوا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أن تمنعوا هذا الدين وحملة الدين مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم وأبناءكم، وكنتم تفعلون، والثواب هو الثواب ما تغير أبدا، والثمن هو الجنة. إذا كان الأمر كذلك، انظر قلبك، لقد نجوت. وإذا كنت مستعدا استعدادا صادقا، وإن رأيت ترددا في قلبك، أو أنك غير قادر على أن تعطي البيعة أو تعلنها، فاعلم أنك في خطر كبير. أدرك نفسك، فما زال هناك فسعة لإنجاء نفسك وإنقاذها ولتدارك نقصها. أيها الحبيب، ليست المسألة يا أيها الأحباب جعجعة أقوال، وليست القضية طنطنة ألفاظ، وليست المسألة قرب أو بعد زماني أو مكاني، وليست القضية شعارات ترفع، ليست القضية لافتات، ليست القضية دعاوى أن تظن أنت بنفسك ما تظن. إنما القضية تصديق فحب فحرب، الحرب دليل الحب، والحب ثمرة التصديق. وأنت بلا حب يشك في تصديقك، وأنت بلا حرب يشك في حبك، وأنت بدون الولاء والنصرة والبيعة لمحمد عليه الصلاة والسلام، أنت تقع في إحدى نواقض المعتقد، وأنت لا تدري يا أيها الحبيب. فانج بنفسك قبل فوات الأوان.
الأمر جلل، الأمر جلل. انتبهوا يا أحبة، ما من مرحلة يتهدد فيها دين النبي عليه الصلاة والسلام وشرعه ورسالته ومسراه وشعائره وسنته وكتابه، ما من مرحلة يتهدد فيها كل ذلك على أعلى مستويات الخطر كما يتهدد في هذه المرحلة. فإذا كان الصحابة رأوا رضوان الله تعالى عليهم بأن أقل دليل يقدمونه من أجل نصرة هذه الرسالة وصاحبها عليه الصلاة والسلام أن يقدموا النفس والولد والمال، وعلى أن تعضهم السيوف، وعلى أن يرموا بقوس واحدة، وعلى أن يعاديهم الأبيض والأسود والأحمر، إذا كان الصحابة نظروا هذا في ذاك الوقت ورأوا أن هذا قليل مقابل الموعود وهو الجنة، فأعلنوا صرختهم بعد البيع لا نقيل ولا نستقيل. فنحن الآن في حقنا أولى وآكد وألزم، لأن المرحلة أخطر من تلك المرحلة. أتدرون لماذا؟ لأن تلك المرحلة كان الصف الإسلامي فيها جبهة واحدة متماسكا كبنيان مرصوص، وإن جبهة مؤمنة مرتبطة بالسماء مرتبطة بالله يحدوها الكتاب وقائدها المصطفى عليه الصلاة والسلام تقابل جبهات الأسود والأحمر والأبيض والعرب الذين يرمونهم عن قوس واحدة والسيوف التي تعضهم من كل الجهات. لكن وحدة جبهتهم وتماسك صفهم أعطاهم من القوة والثبات والقدرة على إدارة المعركة والخوض في غمارها ما جعلهم ينتصرون بإذن الله وفضله وتوفيقه. أما نحن فزيادة على عداء الأحمر والأسود والأبيض، وزيادة على الذين يرمون عن قوس واحدة، وزيادة ليست سيوف، زيادة على البلاك هوك وعلى الصواريخ العابرة وعلى الأباتشي والإف 16 والقنابل الذكية وأم القنابل والأسلحة النووية والذرية والجرثومية والكيميائية والميكروفية، زيادة على كل هذا، وزيادة على جيوش العملاء والدخلاء والطابور الخامس والمخذلين والمنافقين، زيادة على كل هذا. نحن نعاني من أمر جلل، أن صفنا ليس واحدا وليس متماسكا، أننا لسنا على قلب رجل واحد، ولسنا خلف قيادة نبوية واحدة، ولسنا نتمسك بكتاب واحد. والقضية فيها ما فيها، وإنك لتكاد تلمح مظاهر عداء ما بين أبناء الإسلام أشد منها ما بين المسلم وعدوه. فرق، مذاهب، جماعات، تيارات، أحزاب، دوائر، كلها تتصارع، كلها يدور في فلك المصالح والآراء والأهواء، وكل ينسب العصمة لنفسه وشيخه، وكل يحتكر الحق ويصادره، وكل يرى الآخرين بنظرة الإلغاء، وكل لا يأبح بالآخر ولا عنده ذرة من الاستعداد للتواصل ومد اليد، مع أن العدو يجوس في ديارنا ويفعل بنا الأفاعيل. زيادة على كل هذا، صفنا ليس واحد كما كان قبل، لذلك الأمر أخطر وألزم، وبالتالي آكد في حقنا أن نعلن نفس البيعة وأن نعطي دليلها قبل فوات الأوان يا أحبة. لذلك يا إخواني يا أحبتي، حاولوا أن تتخلصوا من مظاهر الجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنكم إن تخلصتم منها توحدتم، تكاتفتم، تساندتم، تساعدتم، تلاقيتم، وصرتم خلف محمد عليه الصلاة والسلام. مظاهر الجفاء أعددها بشكل سريع لكي تبحث في نفسك، هل أنت واقع فيها أم لست واقع؟ أول مظهر من مظاهر الجفاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤكد انقطاعك عنه وإن كنت تدعي بلسانك النسبة، أول مظهر من المظاهر تعطيل السنن في حياتك يا حبيبي. سنن المأكل والمشرب والنوم، سنن اللباس والهيئة، الصورة والسيرة والسريرة، سنن الأخلاق والمزايا والتعامل بين الناس، تعطيل السنن، تعطيل السنن. كم واحد منكم يحفظ الآن سنن المأكل والمشرب التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم واحد منكم يعرف سنن الملبس وسنن الدخول والخروج إلى البيت والمسجد وركوب الحافية والنزول منها والنوم والاستيقاظ والوضوء
والاستحمام والصلاة. كم وكم من سننه صلى الله عليه وسلم، سنن التعامل مع الآخرين، مع الخصم ومع الصديق، مع المحب ومع المبغض، اللي هي الجانب الأخلاقي في منهج السنة عند النبي عليه الصلاة والسلام. كم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. كم يا أحبة، ادفع بالتي أحسن، صل من قطعك، أعط من حرمك، اعف عمن ظلمك، أحسن إلى من أساء إليك. كم يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، كما في الحديث سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا تدفع بالسيئة السيئة، ولكن تعفو. وتصفح، ولن يقبضك الله حتى يقيم بك الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، وسيفتح إلا بك أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة. كم أين سننه في الدعوة، سننه في النصيحة، سننه في الأخذ بيد من تزل قدمه ذنبا أو معصية. أيها الأحباب، أين، هل نحن نطبق السنن؟ إن تعطيل السنن في حياتك، في مأكلك ومشربك وملبسك ونومك واستيقاظك ودخولك وخروجك وحياتك الأسرية وعلاقاتك بأهل بيتك، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، إن تعطيل هذه السنن يا أيها الأحبة، كان صلى الله عليه وسلم يكون في مئنة أهله، يخصف نعله، يرقع ثوبه، يكنس بيته، يصنع طعاما لأهله، حتى إذا حضرت الصلاة قام إليها. من منكم يطبق هذه السنن؟ من في كل حركاته وسكنته؟ إن تعطيل السنن تعطيلا كاملا، أبرز مظهر من مظاهر جفاء النبي عليه الصلاة والسلام. المظهر الثاني، رد الأحاديث الصحيحة على حساب الآراء والقناعات والموروث والإلف والعادات والتقاليد، أو على حسب ما يملي الشيوخ وما تملي المرجعيات الجاهلة المجهلة. رد الأحاديث الصحيحة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا نأخذ إلا بما في كتاب الله عز وجل، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أيها الأحبة، أناس يردون الأحاديث الصحيحة لأنها تتعارض مع ما ألفوه وما نشأوا عليه، فإن جئت تحدثهم بحديث صحيح في عبادة أو معاملة أو ذكر أو أي هيئة من هيئات الحياة، أو جئت تحدثهم بحديث صحيح ينهى عن صورة من صور الابتداع، أو صورة من صور الشرك في دين الله، أو صورة من صور الجاهلية، أو صورة من صور الأخلاق والتعامل بحديث صحيح، يرده ويقول لك: ما هكذا ربينا، وما هكذا نعلم، وما هكذا، أو ما هكذا قال لنا شيوخنا، وقول الشيخ يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوم آخر يردون الأحاديث الصحيحة، بل يعطنونها قصدا تحت ستار التجميع. نحن قال يجب أن نوحد الأمة الإسلامية، ما هو منهاج وحدتكم يا هؤلاء؟ قال: نجمع الناس كلهم على القرآن، نجمع الناس على القرآن، والخلاف في الأحاديث خلاف يطول نلغي الأحاديث. الله أكبر، الله أكبر، في 33 موضع في القرآن أمر جازم بصيغة الأمر التكليفي الحتمي القطعي، 33 موضع يأمر الله عز وجل هذه الأمة أن تأخذ بقول النبي وتطيعه في كل ما يقول. القرآن هو الذي تريدون أن تجمعوا الناس عليه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك هذه الدعوة دعوة مغرضة خبيثة، ونحن نجتمع على القرآن والسنة سويا، ومن عطل السنة فلا لقاء معه أبدا، لأنه خرج عن أصل الدين ووقع في محادة النبي عليه الصلاة والسلام. انتبهوا، رد الأحاديث الصحيحة. جاء رجل إلى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فقال: يا إمام، وماذا أفتيتم في المسألة الفلانية؟ قال: ماذا قالك العلماء؟ قالوا: قالوا لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كذا. فغضب مالك وانتفض ووقف منتصبا وأخذ بزمام الرجل، قال: ويلك
أو بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مالك؟ كيف يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل مالك؟ أو بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبحث وتسأل عن قول مالك أو يقول مالك؟ أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل ورجل أخبث من رجل تركنا ما نزل من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم من أجله اذهب، وطرده من مجلسه رضي الله تعالى عنه. جاء رجل إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا عبد الله ماذا تقول في مسألة كذا؟ قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بكذا. قال وأنت ماذا تقول؟ فامتلأ وجه الشافعي دما لشدة الغضب، قال ماذا؟ أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة أي معبد اليهود؟ أترى على وسط زنارة أم تراني كافر بالله؟ أو أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى فيها بكذا ثم تسألني ماذا تقول أنت؟ هكذا كان نهج العلماء، هكذا كان هديهم، هذا فيما ثبت في عند العلماء الصادقين. فكيف نترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لشيوخ الدجل والخرافة والجهل والعماء والأساطير والمنامات والخزعبلات، وأمة بكاملها تترك ما في الكتاب والسنة من أجل هؤلاء واتباعا لهم، ويقودونها إلى مزيد من الذل والانبطاح والعار والتسليم لهجمة العدو والكفر علينا أيها السادة. مظهر خطير إن كنت واقع فيه فانتبه وتحرى كل مسألة ما صح فيها من الحديث وإياك أن ترده. ومن مظاهر الجفاء للنبي عليه الصلاة والسلام الجهل بالسيرة والعدول عنها. من منكم يحفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو سأسألكم سؤال آخر، سألتكم بربي وأجب بنفسك ثم تب وابكي واعتذر من الله واعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيته يوم العرض على الله، من منكم إلى الآن قرأ السيرة كاملة ولو مختصرها؟ هل منكم من جاء بكتاب سيرة ولو مختصرة ثم قرأها من أولها إلى آخرها ولو أنه يطلع على سيرة نبيه وقائده ومعلمه وشفيعه عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن يقرأها مع أهل بيته، فضلا عن أن يجري معها مسابقة فيهم، فضلا من الجهل بالسيرة من مظاهر الجفاء، والعدول عنها أخطر من الجهل فيها. فهناك قوم أضافوا إلى الجهل، يعني ناس يجهلون السيرة لكن يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال يعلون الولاء له عليه الصلاة والسلام، لكن هناك قوم جهلوا السيرة ثم عدلوا عن محمد بأبي وأمي وروحي هو إلى أشخاص آخرين جعلوهم قدوات وجعلوهم أسوات وجعلوهم حديث المجالس، ويستشهدون بأقوالهم ويتكلمون عن سيرتهم، وإذا ما مات أحدهم أقاموا الدنيا وما أقعدوها طنطنة وإعلاما وأقلاما وأفلاما. من الذين قادوا بغير قيادة وسادوا بغير سيادة من رجال العفن والعهر، رجال مستنقعات الفن والإعلام والصحافة والكرة واللهو واللعب، صاروا قدوات عليهم الأضواء وبهم تعرف الأجيال. وأما القائد الأوحد والمعلم الأفرد وباب النجاح وبوابة الخلاص دنيا وأخرى وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا تسمع عنه حديثا ولا له ذكرى ولا يستشهد به، وتجهله الأجيال وتعدل عنه إلى غيره عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء الذين يتغنى بهم ويشاد بذكرهم؟ أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعبا من الأجداث أحياه؟ أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم الذي لولاه ولولا دعوته ولولا جهاده ولولا الرسالة التي جاء بها لكنا إلى الآن نحن أذناب للكفار من فرس وروم، لكنا الآن في دياجير الذل. متى عرف العرب طعم الكرامة ومعناها إلا بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ متى كان لهم مساحة سنتيمتر على خارطة الوجود يحسب لهم حساب؟ وكان هذا قبل محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا وربي، كانوا أغناما وأنعاما وسوائم وذل وتيه وعار، وبمحمد عليه الصلاة والسلام علوا المجد وانتقلوا من رعاة غنم إلى قادة أمم.
ونحن حينما عدلنا عن منهج النبي وسيرته صلى الله عليه وسلم عادت الحياة كما كانت من الذل والتبعية والذنبية وما نعيشه الآن أيها الأحباب. من مظاهر الجفاء الواضحة البينة ترك الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفيك خطورة في هذا الباب ببضع حديث وردت، أولها رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام، وثانيها قال بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام.